الرحمن الرحيم. أنا هالة الوكيل، أنا أستاذ أمراض بطنة وكلى كلية الطب جامعة اسكندرية. الحقيقة أنا الرسالة دي عاوزة أوجهها لكل نفرولوجيست في مصر اللي هم بيشتغلوا في وحدات الغسيل، في الهيموداليسيس يونت في كل أرجاء مصر. احنا عاملين انيشيتيف من السنه اللي فاتت ان احنا عاوزين نعمل اور ناشونال ريجستري، سو وي ار انكوريجينج اول ذا هيموداليسيس كوميونيتي، من نيفرولوجيست، من نيرسز، من تكنيشنز، ان هم ضروري ان يساعدونا عشان نطلع اور اون داتا وندخل اور اون داتا كلين ونطلع الريجستري بتاعت مصر، لان طبعا تدخيل الداتا كلين هنقدر نطلع ريبورتات مظبوطه ونطلع منها ستاتستكس مظبوطه ونقدر ناخد اكشن بلان لو لقينا في ديفكت في حته. فا اي انكارج اول ذا هيموداليسيس كوميونيتي تو شير اس، وفي ايكم مساعدنا في ان هم في سم بروجرام صغير كده هندخل فيه بياناتنا من ناحيه الاسم والتليفون واللي فيه واتساب والايميل والستراكشر بتاع الوحده الدايلسز، هي وحده فين، في كليه ايه، في جامعه ايه، في اقصد تابع مينستري اوف هيلث فين بالظبط، في انهي محافظه، والستراكشر بتاع الوحده ايه، يعني فيها استشاري، فيها اخصائي، فيها حكيمات، فيها مشرفات، فيها ايه، كل التيم ده يدخل ندخله عشان خاطر نعرف هندخل الداتا ازاي، وهنبعت على الواتساب اللي هتبعتوها لنا دي نمبر، هنبعت عليها الفيديوهات اللي هي تفهم ببساطة البرنامج اللي هيتبعت لكم عليه الباسورد اللي هتدخلوا بيه، it's a very simple، وهنبعت الإدوكيشن كمان بتاعه والهلب بتاعه. yes very very simple، بس دي اعتبرها دي خدمة اللي مش لمصر، ده لكل بني آدم عايش في مصر، عشان خاطر من الداتا دي هنقدر ناخد أكشن بلان، هنقدر نوقف مشاكل بتحصل، هنقدر نحسن الخدمة، هنقدر نوفر فلوس لحاجة تانية. ف اي بي كيو يعني ان احنا ناخدها very seriously، دي it's a very serious condition، نتائجها هايلة. من غير داتا احنا ما عندناش اي حاجة، مش هنقدر نعمل اي حاجة كليدرز ولا كمينستري ولا كجوفرمنت، مش هنقدر نعمل اي حاجة من غير داتا. فنحط ايدنا في ايدين بعض وندخل كلنا الداتا كلين، وهيبقى في انكارجمنت للناس اللي هم بيدخلوا داتا كلين ومظبوطه وكامله بحضور مؤتمرات داخل مصر وخارج مصر، وفي نفس الوقت اللي مش هيدخل ومش هيساعدنا هنعتبره منبوذ من مجتمع الهيموداياليسيس كوميونيتي، ومش هنجدد الرخص للصحاب المراكز دي. فبليز ساعدونا ونحط ايدنا في ايدين بعض عشان خاطر نوصل كلنا لبر الامان مع عياننا ومع الناس اللي مش عيانين، عشان نحمي مصر ونوفر فلوسنا ما نضيعهاش في كلام فاضي. وشكرا جزيلا.